بسم الله الرحمن الرحيم. معاك اخوكم مكة مصر من معرض غصن الزيتون لتجارة السيارات. النهاردة بنتشرف ان احنا بنسلم حتة من الممنوعات زي ما احنا متعودين، عربية 2015 للحاج احمد من عياط. حبيبي يا عم احمد عامل ايه؟ لا تمام الحمد لله. حبيبي يا عم احمد، النهارده شرفناه في معرض غصن الزيتون بخصوص اشترينا عربيه شجوك وناس تمام. محترمه وناس اخر حلاوه. حبيبي يا عم احمد، عملت لي شاي؟ لا والله عملنا لك شاي. عملت لي شاي ياسمين؟ لا انا مش بتوع ياسمين. العربيه اللي انت خدتها انت نقيتها، ايه رايك؟ انا اللي جميله جدا. انت ناصح والموتور ده 10 على 10 يعني الموتور يمتع 70%. في المعرض؟ لا. العربيه اللي انت اخترتها الشيخ عم الشيخ اسمه ايه؟ عم الشيخ نور. اللهم صل على النبي، بعد اسمه هو نور وهو منور لوحده. الله يبارك لك. لو انتوا ناس محترمه. انت المحترم. خلص بقى عشان نمشي بقى. عوقنا عليك في الاجراءات؟ لا. عوقت في الاستلام؟ لا والله. تعدى اصلا ولا تسهيل في 24 ساعه. ماشي، حابين برضه ناخد كلمه من الاستاذه. ناس محترمه وثقه. انت اللي جيت، انت كنت متعرفه علينا على النت، بتتفرجي على النت علينا وجيت لنا عن طريق النت صح؟ دايما بتفرج على اللي موجود على النت واللي موجود في المعرض. اكيد كل حاجه مظبوطه. في حد اثر معاكي في فلوس؟ حد اثر معاكي في معامله؟ لا لا. العربيه فابريكا بره وجوه حته من الممنوعات زي ما احنا بنعرض وبنقول. تمام، كلامكم دايما مظبوط وناس محترمه وربنا يوفقكم دايما. امين يا رب. وفي نهايه اللقاء حابين نشكر حضرتك وان شاء الله ربنا يديكي خيره ويكفيكي شرها. شكرا. شكرا لحضرتك.